السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الاخبار معاكم محمد الريان من قناة محمد الريان على اليوتيوب في فيديو جديد، وهو فيديو سريع جدا جدا. هناقش معاكم الخبر الجديد او الخبر الاخير لإدارة اليوتيوب والتعقيب على المجزرة اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول في قفل القنوات، والسبب ايه، وايه النصائح للناس اللي داخله جديد عالم اليوتيوب، وتعمل ايه عشان تتفادى المشاكل دي، والخوارزميات الجديده اللي عملتها يوتيوب عشان تكشف المحتوى ده. فيعني هنناقش مع بعضينا الخبر ده. هو الخبر لسه نازل من تقريبا ساعه على موقع تيك كرانش. الموقع طبعا المقاله باللغه الانجليزيه، ممكن تترجموها لو عندكم يعني الاضافه بتاع جوجل ترانزليت، تمام. المهم يعني المضمون بتاع المقالة ايه؟ المضمون بتاع المقالة ان السي اي او اليوتيوب سي اي او المديرة الخاصة باليوتيوب سوزان ويكي جيسكي تقريبا بتقول او قالت امبارح في المدونة او تدوينة خاصة بيهم في الموقع بتاعهم، قالت تدوينة ده الرابط بتاعها يوم الاثنين، ان الشركة هتزيد عدد الموظفين الى 10,000 موظف في 2018، تمام. 10,000 موظف يعني حوالي 25% زيادة، 25% زيادة موظفين عشان يتم الكشف على المحتويات اللي بتسبب مشاكل، او المحتويات الزائفة والفيك، والمحتويات اللي اللي هي اساسا يعني ضد سياسات جوجل او ضد سياسات يوتيوب، تمام. اكدت كمان السي او سوزان ان جوجل عملت او يوتيوب عاملة خوارزميات او ميكانيك جديدة بتم الكشف تلقائيا عن الفيديوهات دي، تمام. بيقول لنا هنا ان الشركة نفسها عملت مسح او ديليت ريموف ذا ادفرتايزنج فروم نيرلي 2 مليون فيديوز، يعني هم شالوا الاعلانات من حوالي 2 مليون فيديو، 2 مليون فيديو في حوالي 50,000 قناة. المحتوى ده يا اما اطفال، يا اما انتهاك، يا اما اي سبب من الاسباب اللي بيتم غلق بيها القنوات على اليوتيوب. طبعا لو انت من متابعين اليوتيوب كتير هتلاقي او هتلاحظ القناة دي اللي هي الخاصة بالشخص ده، القناة دي طبعا اتقفلت عشان هو كان بيتعامل مع الاطفال في القناة بتاعته. طبعا ده يعتبر مخالف لسياسات يوتيوب ان انت تمثل بيه الاطفال، سواء انتهاك سواء حاجات مخيفة، الكلام ده كله طبعا هو ضد سياسات يوتيوب. ممكن تخشوا انتوا تشوفوا المقالة دي، انا بس حبيت اشارك معاكم المقالة دي، وحبيت اعقب على الكام حاجة اللي متوقع او بقول رأيي او بتوقع اللي هيحصل من يوتيوب في 2018. احتمال كبير جدا 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 الشركة تزود نسبة المشاهدات المطلوبة عشان يتفعل تحقيق الدخل عن اكتر من 10,000 مشاهدة، وده طبعا تعقيب، يعني انا بقول ممكن مش بقول اكيد، تمام. انما النصائح الخاصة بيا، حاول كل الجهد ان انت تبعد عن المحتوى الخاص بالاطفال. اي محتوى خاص بالاطفال، سواء تنشر كومنت، سواء بتنشر صورة في الكوميونتي لو كان نزل لك الكوميونتي عندك في القناة، سواء بتنشر فيديو فيه اطفال وبتنتهك فيه، او حتى لو بتمثل، تمام. الموضوع ده طبعا يعني هو مخالف جدا، يعني ابسط من كده مفيش. ان شخص اسف مع بناته الاثنين، مع بناته الاثنين، يعني مش اطفال جايبهم من الشارع وبيمثل عليهم، لا دول بناته الاثنين، تمام، وتم الغلق القناه بتاعته. فما بالك انت بتمثل او جايب اطفال بتمثل بيهم، الكلام ده كله طبعا هيبقى مخالف، والقناه بتاعتك هتروح الى المهلك او التهلكه، تمام. فدي نصائح بتاعتي ل 2018. هيبقى سياسه يوتيوب قمعيه زياده عن اللزوم، اللي هنشوفه طبعا هيبقى فيه تطور من خوارزميات جوجل او خوارزميات يوتيوب عن الكشف عن المحتوى المخالف لسياستها. ده كان الفيديو النهاردة، هو خبر بسيط وسريع، وطبعا كان اول فيديو بعد الالف مشترك. ان شاء الله مش هنبطل نعمل فيديوهات، مكملين معاكم. كان معاكم محمد الريان، اعمل سبسكرايب لو مش مشترك، اعمل لايك وشير للفيديو، وقول لنا معلومة يعني تتوقع ان هي تحصل في 2018 في يوتيوب او جوجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.